لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. وفاة اليوتيوبر السوري عبد الرحمن الحمصي إثر حادث سير مروع في تركيا. توفي اليوتيوبر السوري عبد الرحمن يحيى الحمصي اليوم بحادث سير مروع في تركيا. الحمصي من مواليد 16/1992. وفي التفاصيل، توفي 5 أشخاص وأصيب شخصين بجروح خطيرة في حادث مرور وقع في مقاطعة كومولو بهطاي نتيجة اصطدام سيارة ومركبة تجارية خفيفة. وقع الحادث في ريهانلي طريق كومولو كريكاو إيرل، حيث اصطدمت سيارة BMW بلوحات أجنبية ومركبة فيات تجارية خفيفة وجها لوجه على الطريق بسبب الطقس الماطر، وتم إنقاذ المصابين الذين علقوا في السيارة في الحادث من قبل رجال الإطفاء ونقلهم إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن. عبد الرحمن الحمصي من المشاهير المتواجدين على السوشيال ميديا، ويبلغ من العمر 32 سنة، وله العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنال إعجاب الكثير، حيث يقوم بنشر مجموعة من الفيديوهات على الصفحة الخاصة به على اليوتيوب والتي يتفاعل معها الكثير. وقد فوجئ كل منهما بخبر وفاة ذلك الشاب بسبب هذا الحادث. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.